السلام على الهدى والعلم والذكاء والكرم والسماحة وحسن الخلق، والسلام على القلوب الطاهرة والأنفس الزكية، والسلام على القوم الذين أينما حللت في بلد وجدتهم من خيارهم ومن أطيب الناس في أي بلد ينزلون فيه. السلام عليكم يا من تسكنون هذا البلد الطيب السودان. السلام عليكم ليس اليوم، بل السلام عليكم من آلاف السنين. شيخ الرحالين ابن بطوطة لما تكلم عن البلدان التي زارها تكلم عن السودان، فقال: ومررت ببلد يقال له السودان، لا يظلم عندهم أحد، حتى إن الغريب ذا المال إذا دخل ديارهم ومات فيها لم يقربوا ماله أبدا. يعني يقولون لعل له وارث، يمكن يأتي أحد يسأل عن ماله، لا يقبلون على المال وينتهبونه بناء على أن ليس معه أحد يدفع عن ماله، يقول يتركون المال. ثم قال ابن بطوطة الرحالة، قال: ولهم عناية بالقرآن، حتى إني دخلت على قاضيهم في يوم عيد فرأيت ولديه مقيدين عنده، فقلت: أحلل قيدهما، نحن في يوم عيد. قال: والله لا أحل قيدهما حتى يحفظ ما رتب لهما اليوم من القرآن. القاضي في يوم عيد رابط أولاده، يقول حتى يحفظ الحزب الخاص باليوم، بعدين يخرجان إلى الناس في هذا اليوم. عندما نتكلم عن السودان نتكلم عن العلم والخلق الحسن والذكاء والكرم في استقبال الناس وفي العناية بهم، نتكلم عن الأمانة. فأسأل الله أن يحفظ السودان ومن نزل فيها، وهي هامة عظيمة في هذه القارة بل في العالم كله، وهذه الجامعة هامة من أعظم هامات هذا البلد. زرت عددا من البلدان في أفريقيا، التقيت بعدد من الوزراء، أسأله من أين تخرجت فيذكر لي جامعة أفريقيا في الخرطوم في السودان. إي والله، فهنيئا لكم بهذه الجامعة المباركة، وهنيئا لكم بالبروفيسور بمعالي مدير الجامعة أستاذ الدكتور كمال محمد عبيد، وأشكر له جزاه الله خير هو وزملائه من الدكاترة الكرام الذين شرفونا بهذا الحضور، دكتور أيضا باع عزيز وشيخنا الدكتور عبد الحي. وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع إخوة وأخوات من أساتذة هذه الجامعة المباركة وأنتم أيضا. هذه الجامعة من أعرق الجامعات في العالم، لا أقول فقط في أفريقيا بل في العالم، وكثير من الجامعات في الدول العربية عمرها أقصر بكثير من هذه الجامعة. هذه الجامعة يعد عمرها بعشرات السنين، ومن قبل أن أولد وربما يولد أيضا المشايخ، وربما أيضا من قبل أن يولد مديرها، وهي موجودة بتغيير مسمياتها لكنها من قديم، وهي تخرج العلم والفقه والدعوة والتأثير والذكاء والتطوير، وكل هذا تؤثر به سواء في أفريقيا أو في خارجها. نحن نتكلم عن جامعة، عن صرح علمي عريق، عن جامعة أفريقيا العالمية التي في الخرطوم في السودان. فأسأل الله أن ينفع بها وأن ينفع بأهلها ويجعلهم مكرمين نافعين منتفعين كما هم اليوم بإذن الله تعالى. أنا فرح جدا والله بهذا اللقاء، وقد التقيت بأبنائي وبناتي في هذه الجامعة عدة مرات في كل زيارة لي إلى هذا البلد الذي أعشقه، إلى السودان الذي رأينا والله حتى في الخارج من تلاحم أهلي وتعاضدهم الشيء الكثير. في أحد الإخوة في الرياض، أخ سوداني عندنا في رمضان يبدأ الدوام الساعة 10 في الوظائف عادة، فهو في الصباح خرج مع زوجته قبل أن يبدأ دوام المدارس ونحوه، خرجوا يأخذون أغراض من البقالة ويرجعون. عنده بنتين، عنده واحدة 5 سنوات والثانية أصغر منها، فالبنتين نائمات، يخرجون للبقالة الأم والأب ويرجعون، ثم يعني يوقظون البنات للمدارس. إحدى البنتين استيقظت وأطلت من يعني بتفتح الباب، يا أمي يا أبي غير موجود، جاءت عند البلكونة تنظر يمين يسار، سقطت وتوفيت. اجتمع الناس، المهم يعني رحمها الله أنها غسلت وكفنت صلي عليها، ثم ذهبوا بها إلى المقبرة
وإذا مع هذه الجنازة من 200 إلى 300 زول كلهم يشيعون هذه البنت ذات الخمس سنوات. فوافق في ذلك الحين أن رجلا يعني من الناس توفي أبوه جايب أباه يحمله معه، ما معه إلا السائق يحمله وثلاثة وأربعة ممن صلوا على الجنازة في المسجد تبرعوا بالمجيء معه إلى المقبرة يحملون معه. فلما رأى هذا الجمع العظيم عند ذلك القبر ورآهم كلهم سودانيين استغرب، من اللي ميت يا ناس؟ أكيد أنها حافلة مليئة مثلا بمعتمرين سودانيين وتوفوا فهؤلاء جاءوا يشيعونهم، أو على الأقل واحد له وجاهته. فدفن أباه مع الثلاثة أربعة، ثم جاء وسأل واحد زول قال له يا زول من اللي ميت؟ قال له والله اللي ميت بنت عمرها خمس سنوات. قال بنت عمرها خمس سنوات وكلها الأمة جاية تشيعها؟ قال نعم. قال والله أنا لما شفت هذا الجمع قلت أكيد اللي ميت السفير السوداني. يعني إيش اللي جاب هذا الجمع؟ هذا يدلك في الحقيقة على ما ذكره الرحالة بن بطوطة من قديم، يعني في تآزرهم وتعاطفهم وتآلفهم وفي اجتماع كلمتهم وفي حدب بعضهم على بعض، هذا بلا شك أمر يفخر به يعلمه كل من زار السودان أو خالط السودانيين، وكذلك كل من يعرف طباع هذا البلد الكريم. فأنا سعيد والله بلقائكم، سعيد بلقاء 90 جنسية في هذه الجامعة سواء عربا أو من غير العرب، سعيد بلقاء إخوتي وأبنائي من تشاينا. فأين هم؟ اللي من الصين يرفع يده، ما شاء الله ما شاء الله، الله الله يحفظهم ويوفقنا وإياهم لكل خير. فأنا مسرور الله بهذا اللقاء وأسأل الله أن يسوق إلينا وإليكم الخير كله. تعالوا نتكلم عن أحسن داعية، الذي قال الله تعالى له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الذي نصح لأمته ووعظهم وذكرهم وأفنى عليه الصلاة والسلام عمره وجهده وماله ووقته في سبيل نصح الناس وإرشادهم. ولذلك وصفه الله تعالى فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رحيم بالناس جميعا، حتى رحيم حتى باليهودي الذي كان جارا له ثم مرض وذهب يعوده من رحمته به، رحيم حتى باليهودي الخياط كما في مسند أحمد الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام فذهب إليه وتلطف معه وأكل من طعامه مع رداءة ذلك الطعام، فإنه وضع خبز شعير وإهالة سنخة، يعني وضع له سمنا متغيرا، ومع ذلك أكل من رحمته بالخلق عموما عليه الصلاة والسلام. لكن له صفة خاصة بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. تعالوا نتكلم عن كيف كان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه، كيف كان يخص بعضهم أحيانا ببعض الوصايا، كيف كان بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ينصح من ينصحه صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام في وصاياه لأصحابه ينوع هذه الوصايا، فتارة كان صلى الله عليه وسلم يبتدئ أصحابه بالوصية كقوله مثلا ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، أو قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فكان عليه الصلاة والسلام يبتدئ الناس بالوصية وإن لم يطلبوها منه من شدة نصحه لأمته، يا غلام سم الله وكل بيمينك كل مما يليك. وأحيانا يستنصحه الناس، يأتي الصحابي يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، أي علمني عملا صالحا حسنا أتمسك به وألزمه، فيقول عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يأتي الصحابي يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله، فيخبره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فهو عليه الصلاة والسلام يستنصحه الناس فينصحهم أو هو يبتدئهم بالنصيحة. اليوم سنقف على خمس وصايا ك
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن فيها النفع العظيم، وكان صلوات ربي وسلامه عليه ينتظر من أحد أصحابه أن يستنصحه فيها، فلما تأخروا في ذلك أقبل عليه الصلاة والسلام بنفسه وأخبرهم بها. جلس عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وأحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة، جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع أصحابه ثم قال لهم: من يأخذ عني هؤلاء الخمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ عندي خمس وصايا مهمة أريد أن أوصيكم بها، من منكم يا صحابة عنده استعداد أن يأخذ هذه الوصايا مني فيعمل بها، أو إن قصر في العمل بها أن يبلغها لغيره ممن يمكن أن يعمل بها؟ من يأخذ مني هؤلاء الخمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم يبلغ من يعمل بهن؟ قال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. قال: فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده إلي، قال: فوضعت يدي في يده. السؤال: لماذا النبي عليه الصلاة والسلام حرص على أن يمسك بيد أبي هريرة؟ هذا أبلغ في إيصال الرسالة إليه. كما أنك لما تريد مثلا أن تقدم نصيحة لإنسان، أفرض مررت بإنسان بيده سيجارة مثلا، أو ربما الإمام يصلي في المسجد وهو يتحدث مع أصحابه ولم يدخل يصلي معهم، أو أي سبب من الأسباب، فقلت له: السلام عليك. فلما وضع يده في يدك قلت: والله إني أحب لك الخير، والله إني أحب لك من الخير مثل ما أحب لنفسي، الصلاة هي عمود الدين وهي نجاتك يوم القيامة، فكونك قد وضعت يدك في يد هذا يكون أبلغ في إيصال الرسالة إلي. وكذلك عندما تنصح صغيرا مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام يضع رأسه على هذا أو يضع يده على كتف هذا كما وضع يده على كتف عبد الله بن عمر، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي ثم قال: يا عبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إلى آخره. فالمقصود من هذا أن المرأة عندما يحرص على أن يفعل مثل هذه الطريقة هذا بلا شك يكون له تأثير أكثر. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، مد يده إلى أبي هريرة، فوضع أبو هريرة يده في كف النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعد الوصايا الخمس بيده. ما هي هذه الوصايا التي حرص النبي عليه الصلاة والسلام ألا تبقى حبيسة في صدره، التي كأن يقول: يا صحابة لماذا ما سألتموني عنها؟ أنا أحدثكم بها، أنا أريد أن أبلغكم إياها. حتى إذا وضع أبو هريرة يده في كف النبي عليه الصلاة والسلام عدها النبي عليه الصلاة والسلام عدا، فقال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، فإن كثرة الضحك تميت القلب. تعالوا نقف في سبع أو ثمان دقائق على كل وصية من هذه الوصايا. اتق المحارم تكن أعبد الناس. المحارم جمع محرم، نظر حرام، سمع حرام، شرب حرام، أكل حرام، لبس حرام. اتق المحارم تكن أعبد الناس. المحرمات في الشريعة أقل بكثير من الحلال. لو جئت مثلا إلى المحرمات في الطعام والشراب، تعال إلى المحرمات في الطعام، ماذا حرم الله تعالى علينا؟ حرم عليك أكل لحم الخنزير، حرم عليك أكل كل ذي ناب من السباع، تأكل الذئب، تأكل الكلب، تأكل الثعلب، هذا لا يجوز. حرم الله تعالى عليك أكل كل ذي مخلب من الطير، حرم الله تعالى عليك أكل الموقودة والميتات. طيب هذه أربع، في غيرها؟ ها؟ لا والله ما في غيرها. يعني الإسلام ما ضيق عليك، حرم عليك أشياء يمكن عدها، لكن تعال إلى الأشياء التي أباح الله تعالى أكلها. يجوز أكل الغنم والبقر والغزال والإبل وعد ما شئت، والطيور من دجاج وحمام وعصافير وبط ونعام،
فإذا جاء إضافة إلى الخضروات، أكل الكوسة والطماط وأكل الفواكه البرتقال والموز والتفاح سوف تعد ربما 100 أو 200 من الأشياء الحلال. ولذلك الله تعالى قال خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، لكن لما جاء عند المحرمات قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم. المحرمات لأنها قليلة ذكرها الله تعالى 1 2 3 4 هذه المحرمات، لكن الأشياء الباقية حلال. مثل الشخص اللي مثلا جاء وأعطاك سيارته قال شوف أنا بعطيك سيارتي لكن لا تذهب بها إلى مكان كذا ولا مكان كذا بس، وسكت، معناه تريد تذهب بها مسجد، تذهب بها جامعة، تذهب بها إلى سوق، تذهب إلى صديقك فلان، تذهب إلى بيت أختك، بيت أخيك، فهو أباح لك 100 إلى 200 موقع، حرم عليك 2 أو 3 قال هذه لا تذهب إليها. لا ينبغي لك أنك تقول يا أخي يعني أعطيتني سيارتك وشددت علي، لا يا أخي أنا ما شددت عليك، أنا أبحت لك أن تذهب بالسيارة إلى أي مكان لكن هالمكانين لا تذهب إليها. كذلك في الشريعة خلق لكم ما في الأرض جميعا، والله اكتشفوا فاكهة اسمها كذا كل، والله اكتشفوا يا جماعة حيوان في غابة من غابات الدولة الفلانية اسمه كذا يجوز نأكله، تقول تعال، هل هو ذو ناب فهو سبع؟ قال لك لا. هل هو ذو مخلب هو طير؟ لا. هل هو ضار إذا أكلت لحمه؟ لا. إذن كل، ما هو الذي خلق لكم ما في الأرض، الأصل فيه الحل ما لم يأتي عليه هذه المحرمات. طيب النظر، قال لك الله تعالى انظر إلى ما شئت، أعطاك النظر لتبصر به ما تشاء، لكن حرم الله تعالى عليك عددا من الأشياء يجب عليك أن تغض بصرك عنها. فلما يأتي واحد يتفلسف يقول يا أخي الله ضيق علينا، أفتح الإنترنت قلت لي حرام تدخل الموقع الفلاني، أذهب إلى مكان كذا حرام. يا أخي الإنترنت في ملايين المواقع، حرم عليك مواقع محددة لا يجوز أنك تنظر إليها فقط، لكن انظر إلى ما شئت. ولذلك قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ووالله يا أبنائي وبناتي كلما كان الإنسان تقيا لله خاصة في السر بعيدا عن المحرمات أحبه الله تعالى وجعله مستجاب الدعوة قريبا من رب العالمين. وقد يبتلي الله تعالى العبد أحيانا بتيسير المحرم له. أنا كنت أقول أحيانا لبعض الإخوة في الخارج في البلدان التي فيها تكشف وتفسخ والوصول إلى المعصية كبيرة أو صغيرة سهل غير البلدان الإسلامية المحافظة، فكنت أقول لهم أنت يا ابني غضك لبصرك أجرك أعظم ممن يغض بصره في البلدان المحافظة. فيقول لي ليش؟ أقول لأن المعصية كلما سهل الوصول إليها وامتنعت عنها فإنما امتنعت عنها من جراء خوفك وتعظيمك لله، أما إذا كانت المعصية أصلا صعب الوصول إليها، واحد قال لك مثلا في بلد ممنوع فيه الخمر وأي واحد يظن أنه يشرب خمر يقبض عليه مباشرة، فقال لك يا أخي تصدق أبشرك الحمد لله أنا صار لي 20 سنة ما ذقت الخمر ولله الحمد. هل تساوي بينه وبين الشخص اللي في بلد الذي إذا مشى في السوق رأى دكاكين الخمر، إذا جاء في حفل في الجامعة فالخمر أمامه، إذا عزمه واحد من أصدقائه على عرس ولا وليمة وجد الخمر في كل مكان، إذا جلس مع أصحابه وإذا هم يتحدثون عن شربهم للخمر ومع ذلك امتنع عنها 20 سنة، هل تسوي بين من المعصية بين يديه سهلة وبين المعصية صعبة عليه؟ كلاهما مأجور بلا شك، لكن كلما كان المحرم قريبا منك سهل المنال وامتنعت عنه دل على أن قلبك مملوء بالإيمان. ولذلك يا ابني ويا بنتي إذا فتح الواحد الجوال ثم استطاع أن يدخل على مواقع محرمة ومع ذلك قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونظر إلى الحلال وترك الحرام هذا يكون أجره أعظم. الشاب اللي في جامعة ويرى بعض زملائه يقيمون علاقات مع الفتيات ويستطيع أن يقيم علاقة ما هو نقص الشيء، لكن إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أنا أدري أن الله حرم هذا وقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أنا أترك هذا ليس لأني ناقص الرجولة أو أني ليس عندي غريزة الرجال التي تجذبهم إلى النساء، لا، أنا رجل كامل الرجولة، لكني تركتها لله، وبالتالي ستجد أثر ذلك في قلبك في نفسك في رزقك في محبة الناس لك. ألقيت مرة محاضرة في
إحدى الدول الخليجية، وكانت المحاضرة في سوق مفتوح، فتكلمت عن هذه المسألة، ثم قلت للناس: ها، من عنده تجربة يفيدنا بها؟ فقام واحد من الشباب أعطيناه الميكروفون، قال: أنا عندي مجموعة من زملائي نسافر مع بعض لبعض البلدان، ونسافر لكن لا ندخل الأماكن التي فيها يعني المعاصي، مثل مرقص أو مكان فيه نوع من الفواحش أو شرب خمور أو نحو ذلك. يقول: نذهب إلى سوق، نذهب في مطعم، نذهب إلى أماكن، منتزهات عامة، حديقة حيوان، لكن نبتعد عن هذه الأمور. يقول: وأنا معاهدهم على هذا. يقول: فسافرنا إلى بلد من البلدان مرة، وإذا بأصحابي بعد مكوثنا يومين أو ثلاثة يتوجهون إلى مكان فيه فواحش. قلت: يا شباب، اتفقنا ما نذهب إلى الأماكن. قالوا: تعال عش حياتك. قلت: أنا عايش حياتي من غير زنا ولا شرب خمر، وهل يشترط في من يريد أن يستمتع بحياته أن يفعل محرما؟ يا جماعة اتقوا الله. يقول: ما استجابوا لي ودخلوا، فذهبت أنا إلى الشقة. يقول: ودخلت إلى الشقة ووضعت رأسي بأنام ومعي جوالي وأقرأ. يقول: فما مضى وقت إلا وهم داخلون إلى الشقة، وإذا معهم أصوات نساء، فقمت وأقفلت على نفسي غرفتي، قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يعدي هالليلة على خير. يقول: فبقوا في مكانهم، وضايقهم أنهم يقعون في المعصية وأنا لا أقع. يقول عمر بن الخطاب: ودت الزانية لو أن النساء كلهن زنينا. سبحان الله، صاحب المعصية يا جماعة ما يرتاح لما يصير واحد يدخن لوحده وأربعة كلهم مبتعدين عن هذا، يفرح لو قال له واحد منهم: أعطني سيجارة. أوه، انبسط، في واحد يدخن معي، يكيف. ولا يرضى ولا يفرح أن يكون هو لوحده الخطأ، هو لوحده العاصي، هو لوحده اللي يفعل المنكر، ما يرضى، ما يرتاح حتى يشاركه الناس في هذا. فيقول: جاء وطرقوا الباب: اطلع، تعال، كذا. يقول: فما التفت إليهم. يقول: فلما مضى وقت طرقوا الباب، قالوا: طيب افتح الباب. قلت: والله ما افتح الباب. قال: افتح الباب، اعطنا شاحن الجوال عندك، افتح. يقول: فأخذت الشاحن وجيت فتحت الباب ومديت الشاحن لهم، فدفعوا الباب وأدخلوا علي إحدى النساء وأخذ المفتاح بسرعة وقفله من الخارج وهم يضحكون، يعني رأوا أني وقعت في المصيدة، ويبدو أنهم جعلوا لها مالا إن أصابها. قلت: أعوذ بالله، أطلع. يطلع. يقول: فهي قد جعلوا لها مالا إن وقع بها، فهي حريصة على أن يقع بها. يقول: فقلت: ابعدي، حرام حرام، وإذا هي متعودة على حرام خلاص. يقول: فلما يعني رأيت أنها يعني أن النفس بدأت تميل، والشيطان يوسوس، والشيطان شغال، شيطان إنس أمامه، شيطان الجن شغال. يقول: فقلت لها: ابعدي عني، ترى أنا مصاب بالإيدز، والله إذا قربت مني يصيبك إيدز. يقول: ظننت أني لما أقول هالكلمة أنها ستفزع وتخاف وتقول: أعوذ بالله، إيدز، تطرق الباب، طلعوني. يقول: وإذا الفتاة تستمع إلى الكلام استماعا عاديا، قالت: أنت مصاب بالإيدز؟ قلت: نعم، مصاب من زمان. قالت: من متى؟ قلت: من سنة كاملة، حتى يكون يعني المرض متمكن خلاص، من سنة كاملة. قالت: طيب عادي، أنا مصابة بالإيدز من سنتين. تخيل، تقول له: أنا مصابة من سنتين، فوقوعك بي عادي، كلنا مصابين، ما في أحد سينقل المرض إلى الآخر. قلت: أعوذ بالله. بالله، قالت: نعم، أنا مصابة بالإيدز من سنتين، ووقوعي في الفاحشة انتقام ممن أصابني، أريد أني أصيب أكبر عدد ممكن من ممن يقعون فيها. يقول: فأخذت أطرق الباب أقول: يا شباب إيدز، يا شباب فكوني منها يا شباب. يقول: حتى فتحوا الباب ويعني أخرجوها وأخرجوا من عندهم. لما قال لي هالكلام يا جماعة، قلت: والله يا ابني، أنا أرجو أنك ينطبق عليك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس. ليست العبادة فقط يا إخوتي وأبنائي وبناتي إن الواحد فقط، والله أذن الظهر صلينا يا أخي، أذن العصر صلينا، هذانا بكرنا صلاة الجمعة وقرأنا سورة الكهف، هذاني قبل ما أطلع الصبح قبلت رأس أمي وأبي. نعم، هذه عبادات، لكن العبادة والتعبد والتعظيم الحقيقي لله يستبين عند حضور الشهوات.
اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس. إذا حضرت الشهوة بين يديه واستطاع أن يفعلها من مال حرام وعرضت عليه وظيفة وفيها راتب قوي لكنها محرمة، ها توافق ولا ما توافق؟ عرض عليه ترويج مخدرات وقالوا له شوف أنت عندك مشاكل مالية وزع هذه المخدرات ولك كذا، ها يوافق ولا ما يوافق؟ عرض عليه جلسة فيها شرب خمر وربما يعني اختلاط محرم، ها يوافق ولا ما يوافق؟ أرسل إليه مقطع بالواتساب وهذا المقطع من بداية المقطع واضح أنه محرم، ها يضغط عليه حمله ويشاهده ولا لا؟ هنا يأتي اتق المحارم تكن أعبد الناس. يا ابني وبنتي إذا عرضت أمامك معصية فتخيل واستشعر أن الله تعالى ينظر إليك الآن في هاللحظة، هل عبدي سينظر إليها؟ هل عبدي بيضغط ويحمل المقطع؟ عبدي الآن ماسك الجوال، هل سيدخل إلى المقطع الفلاني؟ ما مقدار إيمانك يا عبدي؟ ما مقدار حبك لي؟ أطع أمرنا نكشف لأجلك حجبنا، فإنا نناجي بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكون، وأخلص لنا تلقى المحبة والهنا. كل ما صرت قريبا من ربك ولا تعترضنا في الأمور جميعها، كل ما صرت لائذا بربك مقتربا إليه منطرحا بين يديه، بكرة تقول يا ربي ارزقني وظيفة، فتكون أصلا علاقتك بالله علاقة ممتازة، عندك صلاة، عندك غض بصر، عندك بر والدين، عندك إحسان إلى زملائك، عندك حسن خلق، عندك تعظيم لصلاتك، عندها تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تقول يا ربي اكفني شر فلان، يا ربي وفقني في اختباري، يا ربي تكون مثل يونس عليه السلام لما التقمه الحوت ونزل في قعر البحر وفنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالت الملائكة لما ارتفع دعاؤه يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة، من هذا يا ربي؟ قال الله هذا عبدي يونس. قالت الملائكة يا ربي أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ فقال الله عنه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا يونس عليه السلام عنده عمل صالح في الرخاء فنفعه العمل الصالح لما وقع في الشدة، لكن فرعون لما تلاطمت عليه الأمواج وأخذ يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ارتفع دعاءه إلى السماء. ينظر في تاريخه إلا والله ما في صلاة، ما في صوم، ما في صدقة، ما في بر، ما في إحسان، إلا ظلم وتعدي وبطش. قال الله تعالى له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لاحظ لا يستجاب له بسبب إن ما عنده بينه وبين الله تعالى أعمال صالحة ينفعه الله تعالى بها. هذه الوصية الأولى، اتق المحارم تكن أعبد الناس. ووالله إن اتقاءك للمحارم يرفعك الله تعالى به. شوف فرعون كيف قال الله تعالى له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ثم قال عليه الصلاة والسلام الوصية الثانية اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لا تكن يا ابني ويا بنتي تتتبع بعينك كما قال الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تبدأ تنظر إلى فلان، الله هذا عنده سيارة أحسن مني، فلان والله اليوم لابس قميص أحسن من قميصي، فلان والله يا أخي
الجوال اللي معاه ايفون 6 وجديد وانا معي جوال قديم، اوه فلان هذا جواله فاتوره ويتكلم زي ما يبغى وانا كل مره اشحن وخلص الشحن، فلان هذا معه انترنت مفتوح وكذا احسن مني، وفلان والله هذا معه شنطه كل يوم جايب شنطه ماركه احسن من الثانيه. لا تبدا تعذب نفسك بتتبع ما عند الناس من نعم متفرقه تبغاها تجتمع عندك كلها. رب العالمين وزع نعمه بين الناس، يقول الله نحن ايش؟ قسمنا قسمة ونصيب، قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فالله تعالى قسم النعم بين الناس. كم من أقوام آتاهم الله تعالى من الأموال لكن أخذ منهم الصحة. أنا دخلت قبل أيام على رجل أزوره يملك 5 مستشفيات ويملك أموالا طائلة، والله يا جماعة عمره لا يتجاوز 55 سنة، يعني يعتبر قويا، ما هو بعمره 100 ولا 90، لا يزال 55 يعتبر في سن شبابه. وإذا هو أصيب بجلطة وهذه الجلطة شلته تماما، حتى الكلام ما يقدر يتكلم، فقط يؤشر بعينيه، يقول له المستشفى الفلاني مطلوب للبيع نوافق، والله يا جماعة يأشر بعينه نعم أو لا أو. وصار له على هذا الحال يمكن 3 أو 4 سنوات، أسأل الله أن يشفيه ويعافيه يا رب العالمين، قولوا آمين ويشفي جميع مرضانا. هذا والله العظيم، شفتوا العامل البسيط الفقير اللي يدخل ينظف الزبائن عنده اللي راتبه ربما لا يتجاوز 600 ريال 700 ريال ومتغرب عن أهله. لو يقال لهذا الغني بنأخذ صحة هالعامل البسيط ونعطيك إياها، لكن ترى بنأخذ أموالك ونأخذ مستشفياتك ونأخذ عزك وعظمتك وأولادك ونساءك وقصرك وسياراتك بنأخذها. توقعون يوافق ولا لا؟ والله يوافق. هذا إبراهيم بن أدهم مر يوما برجل يسأل الناس يشحذ، قال له ابراهيم ما ليش تشحذ؟ قال انا فقير ومسكين والله عطى كل الناس الا انا، تركني والله وسع عليهم وضيق علي ورفعهم ووضعني الى اخره. فقال له طيب ايسرك بعينيك 100,000 درهم؟ انا باخذ عينيك ونعطيك الان 100,000 درهم تشتري لك قصر، توافق؟ قال ها واحده ممكن واحده؟ قال لا الثنتين كلها. قال لا لا لا. قال أيسرك ذلك بلسانك؟ ناخذ لسانك هذه 100,000 درهم. قال لا. قال أيسرك ذلك بسمعك؟ نأخذ سمعك وهذه 100,000 درهم. قال لا. قال أيسرك ذلك بيديك؟ أيسرك ذلك برجليك؟ وجعل يعدد عليه النعم. أيسرك ذلك بعقلك؟ والله يا أبنائي وبناتي دخلت مرة مستشفى الصحة النفسية، والله رأيت رجلا من كبار التجار لكن أصابته لوثة عقلية، والرجل أكرمكم الله بالحفايض يمشي عشان البول والغائط، والممرض اللي ممكن هذا يصرف على هالممرض وبلده كله 100 سنة يجره من يده ويدفه في الحمام ويغير لحفاظه ويطلعه، أخذ الله عقله بس. لولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، ارضى بما قسم الله لك، ليطلع الله على قلبك يا ابني وبنتي ويرى منك الرضا. يا ربي لك الحمد، صحيح أنا ما عندي مال كثير لكن أعطيتني صحة وأعطيتني عقل وأعطيتني سمع وأعطيتني بصر، يا ربي لك الحمد، لك الحمد كله. الله يحب أن يحمد، والله كلما كنت أكثر حمدا لله صار الله تعالى أعظم رضا عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ولذلك شوف الحمد بعد كل شيء، الواحد يستيقظ من النوم الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني، يخلص من الطعام
الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني. يا شيخ أهل الجنة وهم أهل الجنة إذا دخلوها إيش يقولون؟ من يذكر الآية؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده. وفي آية أخرى بعد إيش؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا. شوف كيف أهل الجنة يوفقون للحمد وهم فيها. دائما اجعل هجيراك وكلامك الحمد لله. من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مبتلاك به، فضلنا على كثير من خلق تفضيلا لم يصبه الله بهذا البلاء. دائما لا تقل في نفسك شوف الله فلان أحسن مني، يا أخي فلان أقوى مني، وما يدريك ماذا يخبأ لك الغيب، ماذا يدريك ماذا يخبأ لك في الغيب. أنا كنت أقرأ قبل أمس قصة عن واحد، قصة وقعت عندنا في المملكة أيام الجوع والفقر قديما. ناس مسافرين واحد منهم معه ولده، وفقر عظيم جدا لجاء لدرجة أنهم أصلا أخذوا معهم الزاد اللي ممكن يمشيهم شوي في الطريق حتى ما يموتوا أهلهم من الجوع. فأصابهم الجوع في أثناء الطريق، أكلوا من الشجر، أكلوا العقارب، أكلوا حيات، بيموتوا من الجوع. ثم أقبلوا إلى هذا الصبي الصغير بيذبحونه يأكلونه أو يموتون كلهم من شدة الجوع، والصبي بيموت جوع أيضا، حتى أنقذه الله تعالى منهم بقصة طويلة. وهذا الصبي الفقير اليوم من كبار التجار. بالله عليك لو جئت لهذا الصبي وهم يعاركون أباه ليأخذوه ويذبحوه يأكلونه، هم مسلمين، لو جئت إليه وهو في هذا الحال فزعان تقول له تتوقع أنك تكون من كبار التجار في المستقبل؟ إيش بيقول لك؟ يقول خلني بس أعيش، خلني آكل ولو 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 مثل ما تأكل الغنم، بس أبغى أبقى شيء عايش. شوف كيف الله تعالى، أنت لا تدري يا ابني ماذا يخبئ لك الغيب. شفت فلان تزوج امرأة من أحسن النساء، ربما يخبأ لك في الغيب ما هو أحسن منها. أنت رأيت فلانة تلبس وتصلح وتعدل، ربما لك في الغيب سواء في الدنيا أو في الآخرة ما هو أفضل من هذا. ارضى بما قسم الله، الله اللي قسم النعم صحيح، اسأل الله مزيدا من نعمته، لكن لا تحتقر نعمة الله عليك. قل الحمد لله اللي فضلني على كثير من عباده تفضيلا. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الزميل، الإحسان إلى الصديق، الإحسان إلى الناس عموما. إن رحمة الله قريب من المحسنين. للذين أحسنوا إيش؟ الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. وكذلك نجزي المحسنين. السجن مع يوسف يقولون له إنا نراك من المحسنين. يذكر الله تعالى أنبياءه فيذكر إنه كان من المحسنين. شوف كلما كان الواحد أكثر قربا إلى الله وإحسانا إلى الخلق أحسن الله إليه. تريد الله يحسن إليك بالمال، أحسن للناس بالمال. يحسن إليك بالستر، أحسن للناس بالستر لا تفضحهم. يحسن إليك بالرأي الراجح، أحسن إلى الناس أنت بالرأي الراجح، أعطهم الرأي الصواب في النصيحة. تريد الله يحسن إليك بالتوفيق في الجامعة، أحسن إلى غيرك بهذا، قل يا فلان لا ترى هذا الدرس مهم وهذا الدرس كذا وهذه الكتاب مهم. أحسن إلى الناس كما قال الله، وأحسن كما أحسن الله إليك. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، حتى لو كان الجار كافر. نعم حتى لو كان كافر أحسن إليه. صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر أمر غلامه يوما أن ينحر لهم شاة، ثم قال للغلام لما قال له اذهب انحر شاة، قال وإذا نحرتها لا تنسى جارنا اليهودي. طيب؟ قال طيب، وذهب ينحرها. وعبد الله بن عمر يتحدث مع ضيوف عنده، بعدين قال يا غلام انتهيت؟ قال لا ما انتهيت. قال طيب إذا انتهيت انتبه لا تنسى جارنا اليهودي. قال طيب. خلص ابن عمر كلامه مع أصحابه وأذن للصلاة، طلعوا يصلون، مر على الغلام، للغلام قاعد يقطع اللحم، قال لا تنسى جارنا اليهودي، ها وهو طالع. ثلاث مرات يوصي بجار يقول عزير ابن الله ويد الله مغلولة وإن الله فقير ونحن أغنياء،
ومع ذلك يقول أحسن إليه، ما هي مشكلة، خلنا نحبب في الإسلام، هذا جار له حق علينا. وأحسن إلى جارك تكن من علامات الإيمان الإحسان إلى الجيران. اليوم الدول في أوروبا يشتكون من تقاطع الجيران، وأنا أشهد لله والله أن أهل السودان من أحسن الناس جوارا، سواء لمن كان منهم أو من ضيوفهم القادمين إليهم. أحسن إلى جارك من علامات إيمانك، ليس يا ابني وبنتي بس، والله صلينا، والله صمنا، والله حجينا، الحمد لله احنا مؤمنين. من علامات الإيمان أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد، قال وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. لا تقل إذا بت ريانا فلا نزل القطر، لا، بل كن كما قال الأول ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا فلا نزلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. أنا كما أني أنا عندي علم ودي كل الناس عندهم علم، كما أني أنا أصلي والله ودي كل زملائي يصلون، كما أني أنا بار بوالدي ودي كل الناس بارين بوالديهم، كما أني أنا رزقني الله مالا يا رب أنك ترزق كل زملائي مثل هذا المال، كما أن الله وفقني وتزوجت ودي كل زملائي يتزوجون، كما أن الله وفقني الوظيفة يا رب ارزق زملائي وأحبابي كلهم مثل الوظيفة. أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمة. من علامات الإسلام الحقيقي أنك تحب للناس الخير الذي تحبه لنفسك. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وأيضا هذا تأكيد على ما تقدم، أنك ترضى بما قسم الله لك. لا تقل والله يا ليت النعمة اللي عند فلان عندي، ولا يا ليت، مثل ما يذكرون قالوا كان في واحد حسود شديد الحسد، يعني يشوف النعمة عند الناس يغتاظ، يقولون فكان الناس يتركونه ولا يصاحبونه ولا. فيوم من الأيام أراد أن يسافر، فأخذ واحد معاه قال يا أخي تعال سافر معي، ما ودي أسافر لحالي. قال والله يا أخي أنا يخوفون منك بصراحة، يقولون ممنوع الاقتراب، لا يمكن الاتصال به أبدا، فكني من مشاكلك. قال لا يا أخي الناس ترى يتهمونني، بالعكس أنا حبوب وأحب الخير للناس. قال يا أخي يقولون أنك حسود، حسود يعني حسد إبليس لآدم. قال لا 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 استغفر الله يا أخي لا تتهمني يا أخي. فرأى ذهب معه، في أثناء الطريق قطع الطريق عليهم لصوص وأخذوهم، نزلوهم من سيارتهم بالقوة، أخذوا جوالاتهم، أخذوا فلوسهم، أخذوا بطاقاتهم، ودخلوا بهم في البر وطلعوا المسدس قالوا بنقتلكم اثنينكم يا أخي حرام عليكم وكذا. والثاني المسكين هذاك قاعد يقول يا جماعة حرام عليكم، أنا مش صاحب السفر هذا بس اللي كان بيسافر أصلا، وأنا عندي أمي والله ما عندها إلا أنا، ولو تفقدني ماتت من شدة الهم. قالوا ما فيه، الموت فيكم فيكم، عجلوا، لكن احنا بنعطي كل واحد منكم أمنية نحققها له قبل أن يموت، إيش تتمنون؟ فسألوا الحسود هذا قالوا إيش أمنيتك؟ قال ها لا اسألوه قبلي، اسألوا صاحبي قبلي. قالوا لهذاك المسكين إيش أمنيتك؟ قال عندي يا أخي أمنية واحدة بس، أرجوك عطني جوالي أتصل بأمي قبل لا أموت، أسمعها صوتي، أودعها، أرجوك بس أقول لها يما معليش واحتسبي الأجر أتصل بأمي أرجوك، هذه أمنيتي. قالوا طيب، والتفتوا على الحسود قالوا أنت إيش أمنيتك؟ قال أمنيتي ما يتصل بأمه. طيب السؤال هو إيش يخسر هذاك لما يكلم أمه؟ ما بخسران شيء، لكن بعض الناس امتلأ قلبه حسدا، لا يرى نعمة على شخص إلا تمنى زوالها، حتى لو ما انتقلت إليه، أهم شيء أنها تزول عنه كذا بس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر، يريدك أنك تعيش إنسانا طيب القلب محب الخير للجميع، قال أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ثم ختمها النبي عليه الصلاة والسلام بوصية، قال ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الضحك؟ الضحك من طبيعة الإنسان من فطرته، الله تعالى يقول وأنه هو أضحك وأبكى، فمن طبيعة الإنسان الضحك. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه حديث فضحك حتى بدت نواجده، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينظر إليه ويضحك، عمر يقول كنا نتحدث فينظر إلينا ويضحك، نتحدث عن أمر الجاهلية،
فما يتعلق بالضحك عموما والمزاح هذا لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه ويضاحكهم ويلاطفهم. إنما النهي أن يكون هو دأبك، يصير كل لما تدخل اليوتيوب كل المقاطع اللي تشوفها مقاطع الضحك، لا ما يصلح. كل المقاطع اللي ترسلها لزملائك مقاطع ضحك، أو كل المجموعات اللي أنت مشارك فيها مجموعات كلهم هزل وضحك ونكت وكذا، زملائك اللي تجلس معهم كلهم ضحك في ضحك، هذا اللي منهي عنه. لا تكثر الضحك، لا بد يكون لقلبك رقة. دخلت اليوتيوب قلت لا والله خلني أسمع قرآن مؤثر، أسمع موعظة عن الجنة والنار، أسمع موعظة عن الموت الذي ممكن يهجم علي في أي لحظة، أسمع موعظة عن عذاب القبر ونعيمه، أسمع موعظة عن النظر إلى وجه ربنا جل وعلا يوم القيامة، أسأل الله لذة النظر إلى وجهه. لا بد القلب هذا يعالج. مثلا مع زملائك تجلسون ساعة كاملة، ما له داعي الساعة كلها كركرة وضحك، يكون فيها سواليف عامة، يكون فيها شيء من رقة القلب، واحد قرأ عليكم شيئا نافعا، ترسل لزملائك مقاطع لا تكن كلها نكت نكت ضحك طرائف، ارسل مرة قل والله هذه قراءة مؤثرة، تلاوة مؤثرة، هذه قصة مؤثرة عن كذا، هذه قصة في البعد عن الشهوات، هذه قصة عن بر الوالدين، هذه قصة عن الحرص على الخير والشجاعة والبطولة والمروءة. لا يكن دائما دأبك أن تبحث عما يضحكك. جاء رجل مرة إلى ابن سيرين أو غيره قال إنا نصحب أقواما يخوفوننا دائما، دائما يقولون ترى الصلاة مهمة لا تتركها، ترى اتق الله، ترى عذاب الله شديد لمن يفعل كذا، ترى الجنة لا يحوزها إلا من انتصر على شهواته، يقول يخوفوننا دائما. فقال له إنك إن تصحب قوما يخوفونك حتى تبلغ الأمن خير لك من أن تصحب قوما يؤمنونك حتى تبلغ الخوف. أحسن ما صاحب ناس يقولون لك خف من الله واتق الله وحرق، بعدين تأمن يوم القيامة، أحسن من أنك تصاحب ناس يقولون الله غفور رحيم وعش حياتك بعدين تخاف يوم القيامة. ولذلك لابد من الموازنة يا ابني ويا بنتي ما بين حتى في تعاملك مع نفسك، فيما تقرأ فيما تبحث فيما تخالط، أن توازن بين هذا وهذا. بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يحفظكم وأن يوفقكم وأن يأخذ بأيديكم جميعا إلى الخير ويسر أمركم، وأن يحفظكم بحفظه ويكلأكم برعايته، وأن نفتخر بكم بإذن الله تعالى في كل موطن، وينفع الله تعالى بكم بلد السودان وغيرها من البلدان يا رب العالمين.